دفع اتجاه الحكم المباراة، ما السبب؟ أول شيء نحمد الله على كل حال، هذه كرة القدم. لكن الشيء الغريب من حكم زي مباراة اليوم يقول لي كذا بمنتهى صراحة، يعني اسمحوا لي الجمهور، منتهى الوقاحة. يعني لما نجي يقول لي إنه اليوم ما حصفوا لما تنتهوا مهزومين اليوم، ما توقعها من حكم، ولا هذا يرضي ضمير أي إنسان. لكن هذه العادة، يعني الهلال هذه دائما عادة، يعني صراحة يعني هذا اتهام خطير. الهلال نادي كبير، الهلال نادي احنا نحترمه ونعزه لجماهيره ولكل شيء، لكن الحكم قال لي هذا الكلام بالنص، هذا قال لي إنه ما اليوم ما حتخرج متعادلين من المباراة، وهذا مو شيء مغرب. يعني شفنا العام الاتحاد انظلم العام وقبلها، وهذه للاسف يعني هذا الكلام اللي ذكرته حسين، هذا كلام اتهام خطير. والله هذا اللي حاصل، انا اقول شيء هذا حاصل من واقع، وانت زي ما شفت حتى سنتر ما خلانا نسنتر، ما عمرها صارت انه فريق هدف يجي والحكم يصفر حتى قبل ما تسنتر الكوره، لكن هو هذا كلامه لي، وهذا الشيء اللي خلانا احنا ننفعل. وانت شفت هذا الشيء وشفت كيف حكم، كانت قراراته كلها سيئه علينا. لكن الشيء اللي احنا نقول انه ربنا كبير وربنا فوق وربنا عارف بالنيات، واحنا ان شاء الله باذن الله بنسعى ونقدم اللي علينا والباقي على الله، واذا احنا انظلمنا ربنا يجيب لنا حقه، احنا ما نستنى من احد شيء، نستنى من الله سبحانه وتعالى ويجيب لنا حقه. راضي عن مستوى الاهلي اليوم؟ والله راضي كل الرضا عن مستوى الاهلي اليوم، الاهلي قدم مباراه اللي قدم، لكن للاسف يعني لما نجي حكم بالنص يقول لك هذا الكلام، ما اتوقع انه بعد كذا الكره السعوديه. انت ذكرت يعني وجهه نظرك والحديث اللي حصل، واعتقد انه هذا اتهام خطير وعلني. مو اتهام، هذا شيء حقيقي واقعي صار في المباراه. أنا لو اتهام أقول لك اتهام، لكن هذا شيء حقيقي وواقعي صار في المباراة. ونحاول نلتقي، أنا سأحاول أن ألتقي مع ممدوح المرداس وسأنقل له الكلام اللي ذكرته بالحرف. أتمنى إنه هذا الشيء، إنه تسأله هذا السؤال نفسه. لكن ربنا فوق، يعني هذه العادات وهذا شيء معروف يعني. لا يزال في أمامكم مباريات حسين، هذه اللي أصابك، أنت قائد الفريق وأنت طبعا يعني الجميع ينظر إلى حسين عبد الغني كأنه قائد فريق الأهلي. إذا استمرينا على هذا الحال عمر الكرة السعودية ما حتتطور، إذا استمرينا إنه فريق يتعب وفريق يعني بيجي ياخذها كذا جاهزه، ما اعتقد ان الكره السعوديه نهائيا حتتطور، يعني بالعكس هذا بيضر في الكره السعوديه، لانه برا نهائيا ما في اي لاعب سعودي بيتجامل. لازم هنا يكون العدل، يعني لازم يكون العدل لكل الفرق، سواء للاهلي سواء للهلال للاتحاد لاي فريق، يعني نتمنى العدل لكل الانديه. نتمنى ان الكره السعوديه، حكام الكره السعوديه للاسف يعني تشوفهم برا بيقدموا مستويات كبيره في الدوري السعودي، اخفاقات يعني وشيء علني يعني. ولما حكم يقول كلمه زي هذه اتوقع انه خالي من الظلم.